السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه، كل شيء بخير. اتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم جيت لكم واحد الدجاج مشوي في الفاخر بواحد طريقه زوينه 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 بزاف، واحد النكهه فيه زوينه ما نقولش لكم عليها. وكي طيب في الفاخر، طبعا الحاجه اللي كطيب في الفاخر هي كتعطي واحد البنه زوينه مع هاد لاصوص اللي غادي ندير ان شاء الله. نتمنى ان الوصفة تعجبكم وتردوا عليا في الكومنتير وتجربوا، ولا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. انتم المهم كنرافقوا مع شوية ديال البطاطا وشوية ديال الرز وهذا. المهم غادي نقسم هاد عندي الدجاجة، غسلتها بعد ما غسلتها ونظفتها، راه درت لكم الفيديو في اللي سبق. الا رجعتوا للفيديو ديال غسيل الدجاج راه غتشوفوا تشوفوا الطريقة ديال الغسيل ديال الدجاج اللي انا دائما كنديرها. وما نقولش لكم الدجاج كيجي زوين، ما كتبقى فيه لا زفورة لا والو. غادي نقطع الدجاجة ديالي من الصدر، غادي نقطعها طبعا من الصدر، نقسمها بحال هكا، نحلها وغادي نقطع ليها، نحاول انني بحال نفلعص ليها داك السلسول ديالها ونضرب هاد الصدر هذا. علاش؟ بان باش تدخل ليه العافيه وتدخل ليه تلاصوص، ونحل ليها دوك الجنيوحات من التحت. وطبعا نتك هذاك، نضرب بحال هكا، نتقب هذوك الفخيده تا هما، لان هذوك تيقدروا بعض المرات كي ما كيطيبوش دغيا. المهم الطريقه اللي غندير ليها ديال لاصوص راها ما كتعطلش صراحه في الدجاج، ما كتعطلش في طياب الدجاجه. المهم على بركه الله، كما هذا غادي نجيب واحد الطاسه وغادي ندير فيها واحد جوج ديال الطحينه. هاد الطحينه راها من مصنوعه من الجنجلان. راه كتباع في كل الاسواق يعني، ولات موجوده في اي بلاصه. غادي ندير واحد جوج معالق صغار، ويستحسن ان هذه الطريقه نستعملوها في الليل ونرقدوها في هذا، نرقدوها في. المهم عندي شويه الملحه، والملحه ما نديروش بزاف الملحه. علاش؟ لان غادي نديرو واحد الحامضه معصره، عندي حامضه معصره، ها هو حامض، كنحتاج حامضه معصره. عندي ناس كنجبير، عندي سكينجبير، داك سكينجبير راه مزيان تيكون في الدجاج كيجي زوين. وحتى الا بغيتو ما ديروش مثلا هذا، ديروا الكمون حتى هو كيكون زوين، ولكن انا هذا الكمون كنديروه غير بطريقه اخرى في الدجاج ماشي في هذه. عندي بزار، طبعا بزار الكحل، ولا يستحسن لك كان البزار الابيض حتى هو، حيت مخلط. انا عندي مخلطه دائما كنخلط البزار الابيض بالكحل. غادي نخلط هاد العناصر كلها، وغادي نجيب واحد ندير واحد المعلقه ديال المطاغ ولا جوج. هذا هو كيعطي واحد الهشاشه وواحد الدجاج كيجي ما نقولش ليكم روعه 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 بزاف. لا المطاغ ديالنا واحد المعلقه كبيره ولا جوج معالق كبار، مستحسن قد ما درتوه، لانه هو كيعطي واحد وكيخلي الدجاج ما يكونش ما يجيش ناشف يعني. وسيرتو احنا مثلا بغوش اغلبيه الناس ما تاكلوش الصدر لانه كيكون كيبقى ناشف، فملي كنديروا هذه الطريقه ديال لاموطاغ ما كيعطيناش هذيك، تيخليه شويه مرطب ما تينشفش. غادي ندير نخلط هاد العناصر كلها في هاد الدجاجة كلها، يعني نرقدها فيها في هاد الشي ديال هاد التوابل هادو.
كندخل هذاك لاصوص في دوك الفلاحات اللي درت دوك اللي شرحت في الدجاجة، ويستحسن كما قلت لكم هذه الطريقة نديروها في الليل ونخليوها حتى الصباح ونطيبوها، ولا نوجدوها بحال هكا في الصباح. وهذه مع ما شاء الله الله يطول عمر الجميع في رمضان تقدروا نديروها بحال هكا في الصباح ونخليوها حتى العشية، ونوجدوها للعشاء ولا الفطور. غادي نجيب بلاستيك الغذائي وغادي نغطيها ونخليها نبيتها في الثلاجة حتى الصباح نوجدها. وكما قلت لكم غادي نقدروا نرافقوها مع الروز ولا مع شلاضة ولا مع المهم انا رافقتها مع شوية الروز مشرملته شوية بشوية ديال الملح والبزار، المهم سلقته بعدا وعاد شرملته شوية ديال الزعفران الحر. انا كندير فيه الزعفران الحر، ودرت واحد البطاطا صغيرة درتها في الفران وشوية بطاطا فريت، ودرت المهم اي حاجة تقدروا ديروها، ودرت واحد